طيب عايز في النهاية من حضرتك مجموعة نصايح كده نوجهها لمرضى الحساسية، سواء حساسية الجيوب الأنفية، جهاز التنفس العلوي، أو حساسية الصدر بصفة عامة. إيه مجموعة النصايح حضرتك توجهها للناس؟ أول حاجة إنه يروح يتعالج مع الطبيب المختص بتاعه. طيب، ويسمع كلامه، ويبعد عن الحاجات اللي بتثير حساسية الصدر، سواء من أي عدوى أو من أي حاجة. الحاجة التانية، يلتزم بالعلاج. الحساسية زي أي مرض في الدنيا، في خفيف وفي وسط وفي شديد، زي السكر وزي الضغط وزي السدة الشعبية، بنقسمها. مظبوط. مش كل حاجة علاجها زي التاني. أكيد. لو جاني 10 عندهم حساسية هيختلف العلاج بتاعهم. حتى البخاخة أو الشفاطة اللي أنا بديها له أقول له دي تنفعك ولا لأ، حتى نفسيا يقدر يتعامل معاها، مش أكتبها له وخلاص. بيبقى قدامي كده كل حاجة وأقول له بخاخات ودي اللي دي حلوة حلوة، دي جميلة كده، كويس. طب ونعملها قدامه عشان ما يروحش هناك يجيبها وما يعرفش يستخدمها. ما صح. كتير جدا بيجي لنا واخد البخاخة يقول لك أنا باخدها، طب بتستخدمها إزاي؟ ممكن يستخدمها غلط، البخاخة من بعيد. أو ياخد الشفاطة وما يكتمش نفسه كويس. طب أنت عملت إيه كده؟ أنت ما خدتش الدواء، اسمك خدت الدواء. فبيدخل بالجرعة. بيدخل في حساسية طبعا شديدة أكتر، وساعات بيبقى العلاج عايز علاجات أقوى، لأن كل الأمراض المزمنة ليها نسب. التهابات الرئوية ليها نسب. أكيد. مش كل عيان زي التاني. أكيد. في عيان عالجه في البيت بعلاجات بسيطة جدا والتهاب رئوي. وفي التهاب رئوي أقول له لا تدخل المستشفى. وفي التهاب رئوي أقول له تدخل الرعاية المركزة. طب طب هل في حاجات بقى غير تقليدية بقى، يعني عفوا تقليدية غير الأدوية، يعني في المشروبات مثلا الناس تاكل هقول إيه؟ تشرب إيه مثلا؟ حاجات كده توسع الرئة، تحسن التنفس. كويس قوي. السوائل الدافئة كويسة جدا طبعا. كويس. العصاير الطازجة دي حاجة كويسة. مش كده؟ سواء كل المشروبات من الفاكهة كويسة جدا جدا. الحاجات الدافية، اليانسون، الشاي، حتى الشاي من الحاجات الكويسة جدا جدا. الحاجة التانية انه نعالج الامراض التانية بقى. يعني افرض ان واحد معاه حساسية بس معاه قلب، معاه ضغط، معاه كلى، ما ينفعش ان انا امسك الحتة بتاعتي طبعا واسيب الباقي. فاقول له لازم تتعالج من ده ومن ده، لان ده كله بيصب برضه في الرئة. أكيد. كتير جدا من الناس اللي عندهم فشل كلوي بيبقى الرئة بتاعتهم مليانة، فشل في القلب، كل ده بيعود على الرئة في الاخر، ويجيني العيان نفسه مكتوم جدا وبينهج وهو جاي من الكلى، قد يكون مع الرئة بسبب القلب، بسبب القلب بالظبط، العضلة مش قادرة تضخ فبيرجع كله على الرئة. فكل صح. دي الحاجة التانية. أهم حاجة في الوقاية غسل الأيدي كتير جدا، شرب المية، لأن أغلب الفيروسات والبكتيريا قاعدة عندنا في الحلق وعايشة معانا. لو لقيتك إيه المناعة ضعفت يروح مهاجمك، وهي عايشة معاك. عايشة معاك طول ما انت كويس وسليم، ما بتجيش عندك. اول ما مناعتك تضعف تروح الفيروس داخل على طول. وبالتالي شرب الماء باستمرار حلو جدا جدا. هيل. يبقى غسيل الايدي، شرب المية، شرب العصاير، الكمامة، الامتناع عن التدخين. عظيم.